رشيد معلش شك أنا آسف. خوفتني. حياك الله يا حبيبتي. معلش كنت بألف في الانستجرام وانت عارفة أنا فهمش في حاجة فالصوت عيني مني مرة واحدة. الله ياهم تخرفت. طب ما تكلميه، مستنيه ايه؟ مرته عندها تليفوني ما في شحن. عندك شحن؟ اه طبعا، خدي هاتي هاتي اشحنهولك احسن ما يطفي ويبعزق على غيرك، مش كده ولا ايه؟ اوكي انا ما يشحن. ابي دقوس قراش عندنا زينون؟ اه في التلاجة جوه، ولو عايزه سبايسي اكتر هتلاقي في الدولاب اللي فوق. حلوين. ها غفران، بابا روح جيب من الجمعية كزبرة وجيب شبنت ولومي لومي أسود. بعد تحتاجين شيء؟ صبار وخيط مال سمك، أنا ما أدري إذا في خيط ولا لا، وعداني دام تبون عداني. أهم شيء دهن العداني. شو إيش قايل لك؟ أنا مو قايل لك أبي أكثر من اللقمة؟ ها غفران بابا، يجيب صبار وعداني ويجيب خيط مال سمك. فش فش متأخر، باكر الصبح تجيب لي اياهم مبكر قبل صلاة الفجر. اي تعال صل عندنا هني بالشاليه، بالمسجد اللي يم الشاليه، صل معانا. اي ودهم كلهم بعدين حق ماما أميرة، اي اللي رباها ملك. ماما شروق، ماما شروق بابا، ماما شروق. اي لا تبي تسوي مطبق حق بابا. حق السلطة تحتاجين شيء؟ لا 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 كيف صك؟ ايش قاعدين بالظلمه خفافيش؟ ذكري ليت يزف. ايش سويت انا؟ هطارد. لا في فرق بين شافونا وطاحوا علينا. لو شايفين لي على الاقل في نقطه كرامه. وهم طاحوا علينا لازمين ادريشه كنا شيخ الدبان نطالعهم. شو ملامحهم؟ وايد بموت من الفشله. وايش اخباري؟ شنو انتم بالثمانينات؟ ايش اخباري؟ اطفي الليت عشان ما حد يشوفني. الحين نلبس فسفوري وما حد يرمق. انتم باي عصر؟ حسبي الله عليكم، خبصتوا قلبي عبال الكبسه.